أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Open CV على لغة البرمجة البايثون. نكمل معكم الموضوع المتعلق بتحليل الصور إلى Objects ومكونات خاصة بها. فنسبة إلى العتبة اللونية، رأينا في الدرس الماضي كيف نستطيع القيام بالتحليل والاقتطاع نسبة إلى هذه التعليمات وأبرزها الـ 3 Show. فأصبح لدينا الشكل التالي: قمنا برسم هذه الصورة باستخدام برنامج الرسام، وقمنا هنا بجلب هذه الـ Objects نسبة إلى العتبة اللونية التي قمنا بتعيينها في هذه المنطقة. فالآن سوف نقوم مثلا بإنشاء بعض العمليات الخاصة بهذه الصورة. على سبيل المثال، بعد أن قمنا بجلبها مثلا، سوف نقوم بإضافة border أو contour يحيط بكل منها. فالقيام بذلك سوف نقوم باستخدام تابع في الـ OpenCV هو find contours. فهنا دعوني أقول contours و information وذلك من التابع CV2 find contours. نقوم بإضافة هذه الصورة threshold في هذا المكان، ومن ثم سوف نقوم بتعيين فلات CV2 retrieval أعتقد هكذا، وأيضا CV2 chain approximation، ومن ثم none. لنرى نراها تعمل دون مشاكل. الآن هذه الكونتورز سوف أقوم بالدخول في حلقة، ونسبة لكل منها سوف نقوم بالرسم. فهنا من أجل كل كونتور موجود ضمن هذه المجموعة، قم هنا بما يلي: سوف أقوم برسم البوليغون المحيط في هذه الأوبجيكت. فنقول هنا approximate مثلا polygon يساوي من CV2 approximate polygon DP نسبة للعالم الذي قام باختراع هذه الخوارزمية. وإذا قمنا بالاطلاع على هذا التابع، دعوني أرى هكذا إشارة استفهام، فنرى هنا هذا التابع مع هذا الوصف وهذه البيمترات. وكما قلنا DB هي نسبة إلى ديجولاس بيوكر ألغوريثم التي تستطيعون القيام بالاستعلام عنها بالذهاب إلى موقعها في الويكيبيديا. فالآن إذا قلنا مثلا هذا التابع، سوف نقوم بإدخال هذا الكونتور هكذا، ومن ثم نسبة إلى أوبسيلون، يعني أقول مبدئيا واحد، وبعدها هذه الأوبجيكت تتصف بأنها مغلقة، أي هي ليست مستقيم وإنما هي حلقة مغلقة. فنقول هنا true. لنرى نراها تعمل دون مشاكل. ممتاز. ونرى هنا كل من هذه الأوبجيكتس هي أجسام مغلقة. كما نرى نقطة البداية، نعود هنا ونلتصق بها. تمام. فالآن سوف أقوم برسم هذه الكونتورز نسبة لهذا الابروكسيميشن بوليغون. فنقول مثلا CV2 draw contours على image معينة. دعني أقوم هنا بنسخ هذه الإمج، فسوف أقوم بالرسم على الصورة الأساسية. لنقول هنا لدينا إمج تساوي من هذه الإمج copy هكذا، وهنا سوف نقوم بالرسم على هذه الصورة المنسوخة، وضمن هذه الأقواس لجعلها list نقوم بإضافة هذا المتحول، وبعدها الإندكس الخاص بهذا البوليغون سوف نقول صفر، وبالنسبة للون سوف يكون أسود مثلا صفر 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 للبي جي ار، والسماكة لتكون مثلا 2 بهذا الشكل. دعوني الآن نقوم برسمها. لنقول ALH software 3 على هذه الصورة. لنراها بهذا الشكل. نرى هنا كيف قام بإضافة هذه البوردرز والكونتور على كل منها بالإضافة إلى الصورة الأساسية. إذا هنا فعليا قام بالعثور على كونتور 2 3 4 5 6 7 8. دعوني أرى إذا قلنا قم بطباعة الـ R اللينكث الخاص بهذه الكونتورز هكذا، ونرى هنا كيف يقوم بطباعة 8، ولكن فعليا لدينا هنا 7 أغراض باستثناء الواجهة الأساسية، لذلك سوف نقول هنا ناقص 1 بهذا الشكل. تمام، إذا لدينا 7 أغراض. الآن إذا أردنا القيام بالتحسين على الرسم، فسوف نقوم بتصغير قيمة الأبسيلون في هذا البريميتر. فنقول مثلا 0 قيمة ضئيلة، فنراها بهذا الشكل، يعني أقوم بالزيادة على السماكة مثلا 5. فنرى هنا كيف قمنا بإضافة هذه البوردرز على كل من هذه الأوبجيكتس. تمام، يعني أقوم بالتخلص من البوردر الخاص بالإمج. فالقيام بذلك هناك أكثر من طريقة. مثلا سوف أقوم بإضافة متحول يساوي القيمة 0
ونقوم أولا بالاختبار، فإذا كانت تساوي صفر فهنا قم بزيادة عليها وقم بالكونتينيو، أي لا تقوم بالاستمرار وإنما قم بالذهاب مرة ثانية إلى هذه الحلقة لنرى. نراها بهذا الشكل، ممتاز. إذا بهذه الطريقة نستطيع القيام بالإضافة والتحكم بهذه الأوبجكت. مثلا دعني أقوم بالتجريب على صورة ثانية لتكون هذه الصورة الخاصة بالشيبس. فإذا قلنا شيبس، نرى هنا إذا قلنا بالتجريب كيف قام فقط بتعيين اثنان من هذه الأوبجكت وذلك نسبة للقيمة اللونية كما نرى هنا. فهنا سوف أقوم بالزيادة على هذه العتبة لنقول 240. نرى هنا كيف قام بتحديدها كلها وقام هنا بوضع هذه الإطارات. بالإضافة إذا قمنا هنا بالنظر يقول أنه لدينا 5 أوبجكت في هذه الصورة تماما كما هو واضح في هذا المثال. تمام، الآن سوف أقوم بالرسم مثلا على هذه الصورة ونرى هنا كيف لدينا الكثير من هذه الأوبجكت، لذلك قد يقوم بإعطائنا قيمة مغايرة لواحد، فهذه مثلا تعبر عن أوبجكت وهذه أوبجكت وهكذا بالنسبة لبقية العناصر. دعني أقوم بجلبها، أعتقد هي فور بصيغة جي بي جي لنرى. فنرى هنا كيف قمنا بإضافة هذا الكونتور بهذا الشكل، ونستطيع القيام بالتحكم كيفما نشاء. إذا بهذا الشكل نستطيع القيام بالتعامل والتفاعل مع الأوبجكتس باستخدام مكتبة الأوبن سي في بطريقة ذكية وديناميكية تجعل التفاعل مع هذه العمليات ممتع بالنسبة للمستخدم. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس التالي. سلام.